كل سنة وانتم طيبين. بكرة أول يوم في رمضان، قعدنا ندعي بقالنا 60 يوم من أول رجب لحد رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كل ده كنا عايزين نوصل لرمضان عشان خاطر إن دوت شهر العتق من النيران. قال صلى الله عليه وسلم: لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار. طيب إحنا إزاي نستغل الشهر دوت، وإزاي نبقى من هؤلاء العتقاء، وإزاي الشهر ما يعديش علينا على الفاضي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. 11 خطوة هنعملهم ان شاء الله باذن الله يكون سبب ان ربنا يكرمنا والشهر ما يضيعش علينا. اول حاجه الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تاني حاجه الصلاه. قال تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت معين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن احب الاعمال الى الله تعالى فقال: الصلاه على وقتها. قيل: ثم اي؟ قال: الجهاد. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان جهاد الصلاة على وقتها اعظم واشد من جهاد السيف وجهاد الحرب. ثالث حاجة السنن. رابع حاجة الاذكار. قال تعالى: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه ان ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. تخيل ان ربنا عز وجل هو اللي بيذكرك. خامس حاجه التراويح. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سادس حاجه الصدقه. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. سابع حاجة القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثامن حاجة الدعاء. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم الصائم حين يفطر. ما تخليش حاجة في نفسك، جهز دعواتك كلها من دلوقتي. تاسع حاجة صلة الرحم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صلة الرحم مهمة. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قالت: فذلك لك. عاشر حاجة حجة وعمرة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الخطوة رقم 11 والأخيرة الصحبة. في صحبة تشجعك وصحبة تحبطك، في صحبة تنصحك وصحبة توزك. خليك مع الصحبة اللي مش هتضيع لك وقتك. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال صلى الله عليه وسلم: من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ظبط أولوياتك من دلوقتي، ظبط برنامجك من دلوقتي، ظبط صحبتك من دلوقتي، ما تضيعش ولا دقيقة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين.